تتكبر با فلني ما هيدا ارما دكو كويا با ارما سحول غويا ارما 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 شكو ما بس كذا صوروا ريا دكتمر ووحي وقبل لها وديدة يا ارما الولادة وحن وشتصي وحن كان بصميني لكن نبو حين لي احرص على ما ينفعك واتبع لله ولا تعجز مرنا بها عاجزي جيت غي وحبك ما بدلك إلهي وحوق تلماما يا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي وحوق دون أمه يالي وحق الله يقول دوني كرتان مجد إن الله كان عليما حكيما ولا وحدك على عالي صحابة لغي من خير السابق جلي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير الله فهو رني والمهضاء كدا يسيد أيين الحق وحاطة صبح الأحطاطة الله نبي محمد عليه الصلاة والسلام قياس وصلي انتو كو ساحدي صلي وكو سوري على مده ادون صلو كذا شفا ما هينو ادون واي صحابة ضوية النبي عليه الصلاة والسلام وقتاري وحيسنين ايا وقتي وحيسنين لبضا وصامري لكن ادون كان مرنا بقلب كودة قليل هي قعدتو دكو جري ربي وهشادو ربي وهشادو وحولك ما نرشا ما شفتو وفهدو ربي وهشيسا وحلو قلبي يسا حصيلا الدون كان ورور كوحيني حتى عيان كوحيني ارزاق دا انتو هلابو قناعة قبان الدون يدي نتشوك نور دا من قيمة بدن ومصمين السو اقون يهن كو حدو اقون تعالوش كهرو مريو اقون يهن ما حان عنا حداد النولا دي نقطة اقون تيدو محي كوريشاه سوقه ماركت كان حان كجويا هذا انا قلت حشو يا علم يا وحقيمين ان لو واحد قيمين يساوي نقطه سلع لو خلا ولو بدك كنا عليه قيمه مال ماركا ما اقونتي كالجر ريفولوشن من ثمان سما غوش يقول درادو كما حدنا وحق انت هذا كجرا يا مقعي يا ماموس كاردا انت ولاقي كما حدنا كاكم حدنا وحو كخدن يحي انت عاد ربك حديد لهدهي انت عاد نولش معنيهده فهميسو انت عاد قرانيس محاض النوشه هي نولش صعوبات فيلهدهي وذلك طاب مشكله بكاوري ما كنت وحاسي لكن واحد لو باهينا كديبو واحد لو باهينا طاقات كوكو كيسراينا ديبو اديكستو واحد لو باهينا ديبين نولش سيديب كان كليتا والله يا بابا كان لنا وحضره 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 حق قلبا جريتا كاوري ما نيسو لكن وين يجدان واطراف خارجي ينكو بيرقلين ايا لما مواتر كوين بقران يسا جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين هذا يكون مغطو جنة عركان ينرو كم بلاقي وحنو دن كوين يذهل يسو أفر يتبني الله باتن بتي تاقنو هاكو قانعين وحبا قرين ميسيدي وحبا برن كرين ميسيدي مال عدلاء بات شوفتا هي هذا أفريكان باتا هي كباتا هي عجمي باتا وحسوا شاكو هذا دحان يرضى هاي وحويان وعقاب سيداتي إلا لها محي الهرتي شبايي الهرتي بات شبايسة وقد هل لك السير إلهي وغم هدعي سبحانه وتعالى اسكن الدينة دا ذيك ستو وحان ربا من ضابك أما لأن حالي دا مكتسك وحان نلاشا وحيد كو إيجي إنه إني نشيش كريلو مرايدين حدن هادو قلف سن مرايدها قلف سن وحي سوك تقلن كرواي لأن نلاشا حقيقة دا هيدا رجبا داسا وحي كانت مكاسي إن طاقات كان يأغود أن يعلم هي عطل أنتو تاسا وحي كانتي إن مالين ما مالين إنو ديبتو شقا والله إنو قبلك الرواية المسرع إنو بري سنة تدمم كتسو فراقو دو دل هاد دو باد وقتي ود دي دي دون تا نروش أنا مرلا فراقو بابا مجرو وحن روا مركاسي مان علمي دي كوكر من مايه لكن سلسلة دان دي كيش بيه يعني وحن رميس نين سلسلة دي مبتين أود دي طاقة دي اللي رسيه سبحانه وتعالى سلسلة دي نبحرين إلى يرتب فينا لي وفي أنفسكم أفلا تبصرون وعلم آدم الأسماء كلها آدم ما قعد عرضا إلى هيبر سبحانه وتعالى آدم عاصل يسوح وقاد يوح عكس قليه ملايكته هذا آدم إن كيسو مرض نصدي مالك أنا كما دي مان علماء ديني تستي داد خوارق العيد وقار وطين قار وميل قار اللي قسم أيين أنا هي ساينس يهند يا قوي يهند ما انت تشوق نريد للي يعرفه وحبرني هلك مخبحنا انا ضد قاراهي لكن وضدك قنعي
إن إلهي أود وسيه كفايدين كران وأتقو قنعي إن السماين كران وحوا أود كران نل كان عاقيسار نكي بلا بوس تقال إيه سقاشن شير مكو كبعي مركونات تيبو وبحا تسمعون لا مدو ربينو الشدو علمي برقا بلا واهاي وذي ووضع ورش ويداو وكسو النقضة ووضع ألف مرة بوكش ذي بيد هذا مركونات تيبو إيفيه تويناك أولي إيفيسان إنا لامدا دوليدا من باقم إيوهي ونو إلا نقطينا نوكاق من باقشان 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 dabaytana ma ku gami waayay in bay aqti laamadi baxday dunida dhabina wada wada laamada noqoto adna waxa la oranaysaa waan gaboobay ama waan weynaaday ama waxba ma qaybi karo wada firaad aad ilaahay in aad isii dafarash awoodina way ka buuxday waan ku sii waayay Soomaalidu waxay dhaadaan geelaba aakhira xukiisa la tusaabay dhaadeen dunka ilma yar baad deenifka geelay weyn hoggaamiya marka aakhiru buuxiisa arkaabay dhaadaan waan ka baqayaa inteena badanay inaynu ku dhacno aakhirawna inaynu aragno awoodii nimcad iyo xoog yaalayna si subhanahu wa ta'ala ina dunka arkay weyn ilaahayna weyn alay subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun mayrantum baa lagu bilaabaa maya azhar aaymadeedii nin kamid ahaa kuntun ya farjir buu ku bilaabay waqul wa imam al-akbar lil azhar laakiin kuntun ya farsu magaalada isaga joogay markuu afariyo kuntun jir marayay ayuu dhinay ma wax baratay dor waqti badan baa ka lumay waa bilaabo azhar buu soo galay dabeytna waa soo waday waa soo taxarujay imaamul azhar isagoo ahbu mintay isaga shan jir daadis rabarash yani wuxuu aaminsana awood iyo taaqada ku jirtaa inay wax kasta qaban karto ayuu aaminsana deenaga waa laynu ugu eegin wax laynu yiri waxba lama baran karo wax laynu yiri waxba lama qaybi karo wax laynu yiri waxba lama noqon karo sadaraad deen waxba noqon weyn waxaad u baahan tahay taaqada Alle ku siiyay subhanahu wa ta'ala inaad ka mahadceliso cid aan la hadlayo maanta ma hadalayaan way dhalinyarada haday soo bilaabayaan fursadii bay haystaan waa daada roobroob isla waqtiga bay idin dhaafay war habeenidii kama tegin kala hadalada tilmaamo waxaan idin leeyahay hadii aynu iska reebno kartan leenu waa akhriyaa waxba lama qaybi karo waxba lama akhri karo waxba lama baran karo wax waa saab waa in horti jabayay taas wax loo baahan yahay marka inaad tilahdo waan qaban karaa waan qaban karaa waan qaban karaa nolosha ma jiro waqti firaaqo leeyahay waayo nolosha waqti firaaqo aba ma leh marka tahow nooca un baa ku haysata sadaraadeed buu wuxuu leeyahay imaam xasan albasri war naftan hadaanad iyada xaqa ku mashquulin buu leeyahay iyada baatilka kugu mashquulinaysa adigu shuqulba waa imaysi mar hadaanad shuqul waa inaad ugu shuqulka xadee shuqulkaad rabto inaad qabato aan noqdo mid adiga kaasoo fulo aahmiye kuu kala leh oo bilyaro kuu kala kuu kala fog waxaad u baahan tahay markaa inaad ilowdo cabashada iyo ma awoodo iyo cawaamisha nafta dubu bigta iyo waxaasoo dhan inaad ilowdo aad hore u socoto ilaahay wuxuu ina siiyey subxaana wa tacaala maskax maskaxdani aad bay u yartay jidkeenna markaa lagu miisaamo bay dhaadaan waa 2.5% wasniga jid ay dhaadaan waa 1,300 gram meelahaas bay ku tilmaaman isku celcelin kiilo iyo xoogaa yar bayaa maskaxda kugu jirtaa haweentana bay dhaadaan ragu 40 gram buu ka weynyay yani isku celcelin iyana 40 gram bay ka miisaan yariyay maskaxdaasi waxay isticmaashaa baa la dhaadaa jidku waxaad ogtajiin neefsato oo dhana dib jiido rumuc qabiida keligeed baa cuntaa maskaxda waxaa ku jira balaayiin unugyaa maskaxda inugu jirta waxay dhahdaan 22 decimeter decimeterka ma taqaanay centimeter ma aha hoosuga sika decimeter 22 decimeter oo murabaca yacni square 22 decimeter intuu leegi somewhat meelahan buu leekaanaya waa wax aad u yar 22 decimeter oo square oo maskaxda bini'aadamka ka midi bay dhahdaa waxay qaadi kartaa maa 20 million oo volume ama buug inta ku qoran bay qaadi kartaa ma u malaynaysaa in awood intaa lagaad wadato waa 22 decimeter in ka mid oo maskaxda sidata ka midi waxay qaadi kartaa bay leeyihiin 20 million oo mujallad oo mutawasit alxajmiya waxay ku tilmaamaan matalan أحد العلماء وبروفيسور كلام مارك روزن وكم من علماء مسكين دراسية في جامعة كاليفورنيا سنوات بدن بود دراسيني كذب وحلي حي هديب ويري مسك حدا بين آدم مالين كذا
10 معلومات في الثانية الله شيء قبلي سكن كان تقبل شيء هدي الله شيء قبلي سكن كوال برغتي هل كان من يتبان لحدا سكننا سكن كالتامة ثانية كستوء قمدا الله شيء قفة هدي الله شيء قبلي كبان شيء طبعا معلومة الله شيء قبلي مدل لحدا صندوضة القوة حبين ايا مالين تونين لك لكوشين باقي يستعب سكن كالتطبان بالوك شيء شيء يهدن سندود بانا لغوغو ضيا حبين ايا مالين بانوا لغوغو اخر ميا وحلية معلومات كاتي مسكحدة بين ادم كمبو حين ايان واحد على مليون من حجم العقل بلي سند رادت بيوحا كتل مامان انسانكو مسكحدة كتشرتا اود اللسي ما با استعمال بيلين 10% مويا والقيمة طبعا ايوك استعمال بيلين إذا إنه وحين وشقق حد قال نيتا قضا إنت هلا جا ما أود إنت هلا جينا إنه عطى الله وأنا وحبق بني كيف كبينا إذا مكاهي وسيد الله ترينجر أيه وسيد الله طب برا إن بدن بينه تصالح الوحين كوب إحنا كوا وحيارة وهذا ركتين كوا وحيارة نو اللي بحال كوا حيارة قوي وأيه وترينجر أيه وفرق حيارة قاتل سري وقوي نشوفه واحد ضوبا صوت وحوي انقاف كان ترى المترين جريا وكو بدا عيارا مكها واوين هذا قاك ترى واوح موضوع ومشارك مكا سبعي وفيرا يريد لكن عقوة واوين هو اللوترين جريا يعني قفك بين آدم كان ميش اللا كبعية قبعدا حتى دمسك حدادة تيكابي سينا دو حقيبي كرتو وحفذي كرتو وحبران كرتو واوح هذا فضو بخاري حدي اللقالي لها مسكحين تيدا اللي يقوم يكون شرتي كوابط وكان عصر غير دافي قرن غير دافي سينسي هنكي دوني دو هنا يا إذا هذا هو سينسي هنكي توم مرا قرن غير لواصنا وألبرت أينشتاين أينشتاين وهذا يهودي جرم لا سر في سها يهودينا يهودي جرم لا ما كده مرا مريك النقضي وعلم الفيزياء كان من كي كنت خاصي وانك أركتي دي ساي كصاب رقتي نكلير ويبان كان لشيء غيري شكرًا لهم في فيدن يوحني وحصل من نظريات فيزيك سولي بي تصبر قدي وحيد هذا هو عقل يجيبه وين أبي يجيبه مركي وحقي ما يستنى يعني عقل قدين تودو بي قادين وحيد هذا مركي إنتو دي سكون درترين وعقل يجيبه وين أبي قرن يجي لباطنة دوني تصور مرة بيدا سدرات دي بوحيد هذا نتنيا إننا آسينة والله نقل مسكحدي تيوحا كتيرا أينشتاين مكو من تيبع الغلاء iyadoo la rabo balin la ogaado meesha tan waxa ninkan ku jiray gaar u caadiga ah waxa jiraadeen Einstein waxa loogu tagaa dumaleenisa qof bina aadama aqalkiiba loogu tagay baydha wax ka badan oo ku jiray iskaxdi Einstein laga ma soo helin laakiin wuxuu ku gudbisnaa waxa jiraadeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo wadiifsado qofka bina aadamka gacantaada metelo dad halka dhigto gaanta do baqbaqaad ku shaqaysaa hadda halka aad dhigto 10 daqiiqo aad dadku hayso marka damay ku daalaysaa aad la gaanta boo ka boobiyo adeel wada saacad ku hay in qadiba kani way daba laga yabaayo hadho ku duqato waa shaqada tibta udwi kasto bin aadam kamid oo la shaqaysaa waa nooc udwi hadii la shaqaysaa oo gaba ku dhaca oo gaba soo gu dhacaya midalan misal basiid ah lumsiyaniga ugu dhacay baraadiga oo ka soconaya gaadhi kooshamuna qalimay gacmaha jabay dabeytana faalada yar yar ee lafaha gacanta ku jira ay buray mid kamid ah jabtay walaal rakibay la halka lay shaqay shan iyo afartan shabakay ku xidnayd ba layga furay jabuta layga furay deetana waxa la dhigay waa jaban dibba hadana lay rakibay yurubal digay todobaatan maalmood markay ugu rakibnayd ba la furay dabeytana waxa jiraan wali way ku jaban walti yaray wali ma raakibayn laakiin gacantay diba halka dhaaf weeyday waa 90 digrii fotidii loo xiray ee uu baashan aad loo yuu xiray taa gacantii ma joogtaa gacantii halka ay joogtaa intana waxay ugu yiraahdeen laftan yara jabtay idka ilaa way ma soo dhaqay la ku haystate gacantan sida inuu kala duxin lahayn inuu tijaabin ina laftan ka jabnaa wallahi ma qabtay fiisiyatari biba la idiray halka dhulunka iyo muruqa sare cidida la igu dhiga walla iga cabaadiya sadex ashaan imaata xog baa la qabtaa walla iga cabaadiya marka qayliya cabaad baa la isii daaya waskaga tagaa
sidii ay maalin ba iyo kala baxayso kala baxayteen maalin dambe ay gacmo isku dhigay labadeeda gacmo do isla geeyay markana gaabna tii labti kale waa ba iska bogsato intii tan laga cadaaday waxaanu jeedaa yani waxaanu jeedaa gacantii bini'aadamka ee shaqada taqaan sida tan ahayd aan waxba qabin hadii la xiro way hawl gabtaa hadii la xiro saa laga dhigo way hawl gabtaa mushkiladda inay tahay waxay tahay taaqadii aan layna siiyo awoodeeni ayaynu fahmaa markaasa waxa laynaga dhaadhiciyo laynoo sheegay inaan waxba la qaybi karin wax qaybku inuu adag yahay in dhulka wax lagu qortaa inay fiican tahay kombyuutar iyo waxaana la isticmaalaa inay fiican tahay maskaxdu waa ku damqaanaysaa ilaahay haddaad dhegaysatid cid kale warkii uma baahnid haddaad rabbi dhegaysatid garatid waxa uu sheegayo garaadkaagu uu halkaa gaadho cid kalena kuu warantaba uma baahnid sida awgeed baa ilaahay gaalada wuxuu ku caayay maxay caynkaa u sameeyeen labada aayadood ee kale madiinay kusoo degeen aayadda suuratu nisaa ku jirta siyaaqa ay rabbi uu kaga warramayo munaafiqiintay ku dhex jirta ilaahayna wuxuu leeyahy afalaa yatadabbaruuna alqur'aan ay yucriduun falaa yatadabbaruuna alqur'aan miyay jeesanayaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala oo qur-aankaba u fiirsan maayaan miyah qur-aanka ma intay dhagaha ka martaan ayay iska dhaafayaan baa ilaahay leeyahy walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira hadduu qur-aankani cid aan rabbi ahayn uu ka iman lahaa isbaraanbarin badan bay dhexdiisa ka helay wuu isburin lahaa hadalka bini aadamku hadduu muddo socdo oo baabab kala nooca ka warramo uu iska hor yimaada ilaahay se wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala aniga hadalkaygu iska hor iman maayo sidaa awgeed ayaa ilaahay wuxuu ku canaananaya istifhaam inkaariya afalaa yatadabbaruuna alqur'aan uma fiirsanayaan miyay ka jeesanayaan oo uma fiirsanayaan ilaahay kitaabkiisa miya qofkii ilaahay kitaabkiisa u fiirsada nolosha oo dhan oo isku qubman buu helaya hadday akhlaaqtay hadday caqiidatay hadday cibaadatay hadday shareecatay hadday dhaqan nolosha oo dhan oo dhan u wada jeeda oo itijaah qura leh ayuu soo helaya ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay mucjisadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanku waa laba shay bay culammadu yidhaahdaan waana risaala waana mucjisa waa risaaladii rabbi soo diray iyo risaaladaa wixii caddaynayna waa isla qur-aanka isagaa labadaba ku filan isagaa warkiina ah caddayntiina ah baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay walow kaana min cindi gayri illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira aayadda afraad suuratu muxamed bay iyana ku jirtaa iyana waa aayad madaniya siyaaqa munaafiqiinta lagaga warramaya ilaahay ka warramayeen ayay ku jirtaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha miyaanay qur-aanka kan dhuganayn baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala am calaa quluubin bal calaa quluubin aqfaaluha baa ilaahay yidhi qalbiyadooda qafille ku rakiban yihin waa dad qafilan low qalbigu uu maftuux yahay ama mutafatix yahay waxaa geeli lahaa waanada rabbiya wax sheegiisa sida daraaddeed ayuha alaxiba haddii lagu canaantay munaafiqiin iyo kufaar maxaa qur-aanka u fahmi weyday muslimka maxaad u malaynaysaa isaga markaa yacni qofka muslimka ahi inuu qur-aanka fahmaa waa min awli waa waxyaabaha ugu horeeya ee laga rabo waxaana laynooga baahan yahay markaa hore qur-aanku wuu fudud yahay in la fahmaa ma adka walaqad yasarna alqur'aana lildikr fahal min mudakir ilaahay wuxuu leeyay qur-aanka in lagu waantoobo la garto istinbaadaadka daqiiqa ee culammada u gaarkii ha dambeeyo ilaahay khalqigoo dhan buu la hadlayaa mid caqli weyn iyo mid caqli yar wuxuu abuurtay oo dhanka baa uu risaalada idan qof waliba wuu fahmayaa haddaad luqadaan wax ka garatid dadka badh baa u haysta qur-aanka in la barto marka la qalinjabiyo culumta oo dhan lasoo dhigto maya qur-aanku ma munaafiq baad ka liidataa ilaahay wuxuu leeyay munaafiqu hadduu akhriyo garto wuu ku caqliyaysan lahaa magaal baad ka liitaa mushrikii carbeed baa ilaahay leeyay afalam yatadabbaruu alqur'aan
قف كستو مسلم هو لوغو تلغلي marka inu quraanka kan fahmo inu kitaabka fahmo waxay culimadu yiraahdaan marka khitaabka kari walinnasi jami'an muslim ka isaga waxuu si gaar ah lagu yiri law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'a khashi'an mutasaddi'an min khashyati llah وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قران كان هدام كسو دجين لها با الى هي بور وعقل لسين لها بورتا وهو كان سمي لهيدا وحي هو كان سمي لهي وركيسا دبتنا الهي عبسدي سدرادد وتلتلاع لهيد با الى هي كتب الى هي وحلو وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون كسوة تصالي على أدتك ويليو حلو ويليا لعلهم يتفكرون قرآن كأفرتن تصالي أما أفرتن يلا بميلود بسالة كساروري أفرتن يلا بدا ميلود الرب وينو ما ما هي تصالي من كلو سور دوين يا مسائل كعقل يا إن بدرو كم إذا مسائل حسي يلا قلت الماما يا رب سبحانه وتعالى إنو تلماما يا وحان اللي يلي وحال لوري يلي سيدة للناس أتقول دقا ميركا بحصنتك الناس هو جميعا كافرهم ومؤمنهم ومنافقهم مدول بس خدر تدور دنفانو يلي با إلى هيري وحي مدنيهين إنا يفكراني فدبا أيها الأحبة تدبر كأنو شيغي نوحي علماء دو إلى أهدان ما أددو أدانا نفع عربي هذا وحبي دين بطبضين وشيء عواقبتي سيئة وحكوك بقبوبة لا فرصده وأن نظر في عواقب الأمور وما تقول إليه بين هذا ودائما الله يشو الرموه وحكوك بقبوبة يعني هل كي حقيقة تجيس استلاحة هانك مفهوغة سيء علماء كش سيئان وحي لاذا وتأمل القرآن بقصد الاتعاد والاعتبار والاستفسار وقرآن كل الدكتور الله فرصد الله دايموضه دانتا لقال يدوان وحلقو قاطه ولقو وياركو ولقو قراد ياشو وحد شرته مقاصد واوينو دين تبو سودكتي إلهي يكالي نمدي سايل لغبره وخلقاتك يضعف قو داين لغبره دوني دي اللي يدشده داين لغبره آخرة يويني دي داين لغبره جنة هي النار هي فرق أول حياة لغبره قيامها هي كنت قصر ندود اللي تاغن هي مواقف تي سكالة قدسان ندوغات نلوشة هي دادن كايلة دين لغبره حسك ربي هي وين دي سين لغبره همها هي كديران تي سين لغبره سمها هي قلبي قصد وحسلين لغبره إذن كما ورم إنه استنباطات الفقهية الدقيقة كما ورمينه هذه للعلماء لكن وحنكو الرمينا مسألة الاتعاد والاعتبار والاستفسار إن القرآن كو أخرضه إن كوان توديد ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سوقت ما إلهي وحط المامي النتيجة التدبر كثيرا كنطي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين day degaystan bar rabbi yiri wixii nabiga lagu soo dajiyay waxa halkaysaa in dhahoodo ilmadu dareereysa xaq ay garteen daraadeed iyagoo la rabbo waa ku rumaynay ee nagu dar oo nagu qor inta shaahidiinta ah Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabiha mathaniya taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون رب قرآن كوحينا قلت المام يا مركه انت فهمت دقك إذا صدوا النقضة هذه قرآن كأغفر ستكت تدبرتهم معنيه سوقون نتيجة نوال لابد لقارة إن هذه الميساء واللابد إن شركك الدباحية واللابد إن إلهي ذكر جيس قلبك وخحصل واللابد إن ربك عبصوت واللابد إيمان وكوكر وغصر
ربي إن تلا صارت كل سوني سيقو قبطه مخلوق أردنا كتكتا ووح وقرانك وحق وعد وآثار تكررت بانتا دي بينوغون نقونه مركز تدبر قوي ما دو